تشهد سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، حفظهما الله ورعاهما، تعاون اقتصادي واستثماري في مختلف القطاعات. وهناك زيارات متبادلة، تأتي هذه الزيارات لتعزيز أواصر المحبة، وهذه الزيارات أيضا تفتح آفاقا رحبة، آفاقا أوسع لتطوير العلاقات، وتمهد الأرضية لتطوير العلاقات في مجالات مختلفة أيضا، وتسهم في تذليل العقبات والصعوبات. إذن في هذه المحطة راح نخصصها إن شاء الله للحديث عن المرحلة القادمة من التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطلعات البلدين في هذا الجانب. ينضم لنا ضيفنا في الاستوديو الدكتور عمر بن سالم الجابري، أكاديمي وخبير اقتصادي. أهلا وسهلا بك دكتور عمر، صباح الخير. صباح النور أختي جمانة، كيف حالك؟ الحمد لله، يا مرحبا وسهلا دكتور عمر، حياك الله. إذن نستعرض اليوم العلاقات بين السلطنة والسعودية. يمكن في البداية أو في السؤال الاستفتاحي، كيف من الممكن أن تشكل هذه الزيارات انعكاس للعلاقات الأخوية بين البلدين، بين السلطنة والمملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مما لا شك فيه أنه العلاقات بين المملكة العربية السعودية والسلطنة علاقات قديمة ووثيقة، وطبعا هناك الكثير من المصالح المشتركة بين البلدين بحكم يعني حكم الجيرة بين السلطنة وبين المملكة السعودية، وأيضا بحكم الارتباط التاريخي بين هذين البلدين. وطبعا يعني نحن العلاقات هذه قائمة على الود والإخاء بين البلدين، وعلى أيضا المصالح المشتركة التي هي مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية، وأيضا هناك ترابط اجتماعي بين السلطنة وبين المملكة العربية السعودية. طبعا هناك كثير من يعني التغيرات التي حصلت في البلدين التي أيضا تؤدي بشكل كبير إلى تغير في اتجاهات الترابط الاقتصادي بين البلدين. وأيضا ما لا شك فيه أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هي زيارة مهمة، ونتطلع فيها أن يكون هناك ترابط وثيق وأقوى مما كان عليه سابقا، وهذا أيضا يشكل مصدر يعني مريح وتفاؤل للنظر للمستقبل إن شاء الله القادم بإذن الله تعالى. وخاصة يمكن دكتور عمر ما يجمع البلدين هو تحقيق الرؤية المستقبلية القادمة في عمان 2040، رؤية المملكة أيضا 2030، فبلا شك أن هناك نقاط مشتركة، رؤى وتطلعات بين البلدين، لا سيما أن البلدين يسعيان لتعزيز مسارات التنمية الشاملة والتنويع الاقتصادي. مما لمسه أو من خلال قراءتك دكتور عمر، نذكر بعض النقاط المشتركة بين الرؤيتين. والله وأهم نقطة في هذه في بين الرؤيتين هي نقطة التنوع الاقتصادي، لأنه احنا يعني في السلطنة وفي المملكة من الدول التي تعتمد كثيرا على النفط، وطبعا هنا يجب أن يعني يركز على أنه النفط هذا يعني مصدر ربما ينبض في المستقبل، ويجب أن يعني نحصل على مصادر أخرى. وطبعا التنوع الاقتصادي هذا يساعد في يعني رفاهية المجتمعات في المجتمعين هذا في المملكة وفي السلطنة. وطبعا تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين يعني تجارية بين السلطنة وبين المملكة السعودية، وأيضا مع جهاز الاستثمار نتيجة زيارة ولي العهد السعودي. وهذه طبعا يعني لما يكون هناك تنوع اقتصادي ويكون هناك أيضا يعني مصادر أخرى غير النفطية لاقتصادات البلدين هاتين، طبعا مما لا شك فيه أن هذا سيؤدي إلى
إلى وجود فرص عمل مثلا على سبيل المثال أنه يعني تتوفر بالنسبة للجانبين. وأيضا هناك أيضا احنا ذكرنا التنوع الاقتصادي وذكرنا نعم. أيضا أن هناك زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للمنتجات الغير نفطية. نعم. وأستاذ أو دكتور عمر، لا يخفى على أحد أن الاقتصاد السعودي عموما من أكبر الاقتصادات في المنطقة وفي العالم، والمملكة أيضا عضو في مجموعة 20 اللي تضم أكبر اقتصادات العالم، فهي يعني تمثل ثقل بالنسبة لدول الخليج العربية، وهي أيضا أكبر مصدر للنفط في العالم. كيف من الممكن السلطنة تستفيد من القوة اللي تملكها المملكة العربية السعودية، القوة الاقتصادية، كيف من الممكن أن نستفيد منها ونوظفها في الاقتصاد المحلي؟ طبعا لما تكون هناك يعني قوة اقتصادية عظمى مثل المملكة العربية السعودية، ونذكر طبعا انما هي من مجموعة 20 الكبار، طبعا هذا مما يميزهم انهم يعني عندهم الميزة التنافسية لكثير من القطاعات التي ممكن ان يعني تساعد وتساهم في تنمية قطاعات اخرى يعني توجد مع شركائها التجاريين. لان الميزة التنافسية هذه معناتها ان هناك يكون في يعني جودة في الاداء، وأيضا هناك في خفض التكاليف، وهناك أيضا سهولة في نقل المعلومات والخبرات، وهذا شيء مهم جدا. يعني احنا لابد أن أيضا بدلا من أن نبحث عن مصادر أو خبرات تكون يعني مرتفعة التكلفة، التعاون مع ذوي الخبرات مباشرة، وطبعا بحكم قرب المسافة وأيضا القرب الاجتماعي، هذا أيضا سيسهل كثيرا على أنه نحن نتطور وننمو بشكل أسرع مما يعني ممكن يكون مخطط له. نعم. أيضا خلال هذه الزيارة، زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان، هناك اتفاقية متوقعة عن افتتاح أول منفذ بري اللي هو منفذ الربع الخالي. ما أهمية هذا المنفذ، وكيف من الممكن أنه يعني يساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية في السلطنة وفي المملكة أيضا؟ طبعا المسألة اللوجستية، العامل اللوجستي مهم جدا في أي تعاملات تجارية. يعني أعطيك على سبيل المثال، قبل افتتاح قناة السويس كان النقل البحري مكلف جدا، فشق القناة هذا خفض التكاليف. نفس الوضع احنا نتكلم على انه نحن مباشره يعني نتواصل مع المملكه العربيه السعوديه، هذا سيخفف كثير من مساله التكاليف اللوجستيه، وايضا سيسرع من عمليه نقل البضائع من والى، وايضا ليس فقط للسلطنه، ولكن احنا نتكلم ايضا على التجاره الدوليه بحكم موقع عمان الاستراتيجي على يعني في شرق شبه الجزيره العربيه، والذي يعني هو يعني موقع مهم جدا قريب من الدول أو المناطق التي هي يعني ممكن تكون عامل أساسي للطلب على البضائع. مثلا نحن أقربها طبعا جمهورية الهند الشقيقة الصديقة، وأيضا يعني احنا نتكلم أيضا إلى أبعد من ذلك مثل طبعا جمهورية الصين الشعبية وإلى آخر من الدول التي ممكن الاستفادة من التبادل التجاري بين السلطنة وبينها. نعم. هذا بالنسبة لمنفذ الربع الخالي، إذن من خلال هذه الزيارة واللي بلا شك يتكللها تقوية في مجموعة من المجالات، وأيضا اتفاقيات إن شاء الله راح يتم التوقيع عليها. قراءتك للمشهد دكتور عمر عن مستقبل العلاقات أو العلاقة بين البلدين؟ والله أنا طبعا مثل ما ذكرت يعني منذ قليل أنه احنا علاقتنا يعني قوية وثابتة وراسخة منذ زمن بعيد، وأيضا احنا نتوقع أنها يعني تستمر يعني بشكل أقوى عن عما هو يعني مرسوم له حتى يعني بإذن الله تعالى. أشكرك دكتور عمر. قراءة سريعة في هذا المشهد، وإذا كان في كلمة أو رسالة في ختام الحوار لمستمعينا ومتابعينا تفضل. طبعا احنا يعني نشعر بالسعادة وتغمرنا السعادة بزيارة ولي العهد السعودي حفظه الله، وأيضا طبعا يعني نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الزيارة مثمرة، وأيضا يعني نلمس النتائج إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله تعالى. الدكتور عمر بن سالم الجابري، أكاديمي وخبير اقتصادي، أشكرك دكتور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يومك سعيد. شكرا. يومك سعيد. شكرا.